ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. دي رسمة طبيعة صامتة، كنت اشتغلتها معاكم قبل كده وجيت نكمل معاكم فيها الرسمة. الرسمة اللي قدامكم دي كانت رسمة طبيعة صامتة، انا كنت اشتغلت اللي هو الابريق او فازة او اي حاجة زي ما انتم بتسموها. جنبها تفاحة، جنبها كمتراية، تحتها قماشة زي ما انتم شايفين كده. حطيت تفاصيل التهشير اللي هي البسيطة. ده قلم استخدمت فيه قلم اللي هو 2B، طبعا 3B 4B 5 6 و7 و8 و9 وعندك لحد 10. وفي قلم الفحم، عايز كل ما بتطلع بالدرجة بتغمق درجة اللون بتاعة القلم الرصاص. انا من دلوقتي هشتغل لقصر الفيديو، هشتغل درجة واحدة اللي هي 2B، هحاول نضغط بيها على الغامق. تعالوا نشتغل مع بعض شوية الكمتراية دي وليكن دي. تعالوا نشوف، بصوا ان انا اشتغلت ليها. هتقولوا لي ليه عملت اسلوب التهشير؟ في شغل في الرسمة عامة بيبقى ممكن تعمل الرسمة كلها مهشرة بالطريقة دي، يعني كلها تهشير كده اهو، مش لازم تكون اسلوب ناعم وتسريحي كامل زي المنطقة اللي فوق، لا تعالوا نشتغلها كلها مهشرة كده. ايه بصوا اهيت، حط مثلا غامق. على فكرة انت ممكن تعمل باسلوب التهشير، يكون خط رايح خط راجع كده بالطريقة دي، فانت بتدي الغمقان بتاعها بالطريقة دي وتفضل شغال كده. في اسلوب الدوائر، في اسلوب النقط، في اسلوب اللي انت بتهشر مرة واحدة كده. بصوا تبقى كده خط واحد مستقيم، هتيجي ترمي عليه خط تاني مفيش مشكلة، انت بتطلع الغامق والفاتح بالاسلوب ده اهو. على فكرة ده من افضل الاسلوب اللي انا بحبه، اللي هو اسلوب السمبيل، اسلوب الخشن. لما بتيجي تشتغل مثلا سكتشات او سكتش سريع، صدقوني الاسلوب بتاع التهشير ده بيبقى سريع وموجز جدا للشغل وبيطلع احساس جميل جدا. انا من معجبين جدا الرسم بالاسلوب اللي هو الايه، التهشير اللي بيبقى خطوط اكتر من الناعم كمان. احنا ما قلتش ان الناعم وحش، لا، بس الاسلوب اللي هو بالخطوط ده انا بحب شغله جدا. جربوه وان شاء الله تحبوه، هيساعدكم جدا كمان في رسم الاسكتشات السريعه، لان الاسكتش السريع بيبقى عايز سرعه في الرسمه، فالاسلوب بتاع الخشن اللي هو الخطوط بيبقى اسهل جدا بالنسبه لك، فبيساعدك ان انت ترسم الرسمه بسرعه. وليكن مثلا الغوامق، انا بحاول ان انا احدد الغامق والفاتح. نجي مثلا الجزئيه بتاعت اللي فوق اها، تعالوا نجيب الظل بتاعها جاي من الاتجاه ده، هنجيب الغامق بتاعها كده هطلع انزل على مفيش. الضوء كله كان جاي من الاتجاه ده، فنحاول ان احنا الغامق هنجيبه كده وكده. نيجي مثلا عدد الدرجات اللي مثلا زي دي، وحابه انها تكون افتح شويه، فانا ضغطت بالقلم على المنطقه دي، ولما جيت بدات ايدي تخف 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 على الرسمه من هنا، فاهمين؟ يعني انت ممكن تتحكم بدرجه اللون بدرجه القلم وانت شغال بكل سهوله، حتى لو معاك قلم حتى يعني ايه نايل، يعني اللي هو مثلا اتقل حاجه اها، ايدي بخف درجه ايدي خالص اهوت وانا شغاله. دي تانية القماشة التانية، الجزئية بتبقى جواها من جوه هتبقى غامقة، حاول ان انا احددها شوية اكتر. هتيجي مثلا من هنا كده، وايه حاول ان انا ابرز شكل القماشة شوية، فهديها تهشيرات من على الجنب هنا عشان اظهر التانية بتاعتها. ومن هنا برضو عايزة اقسمها شوية، اهي كلها اسلوب تهشير، خطوط 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 بالطريقة دي اهو. ساعدت الرسمة بتاعتي انها تظهر شوية باسلوب تهشير خطوط. نيجي مثلا من هنا اهو، نيجي بقى اماكن مثلا دي الاماكن اللي انا شايفاها اضاءة اكتر. اتعلموا الرسم بطريقة السكتش وطبيعة الصمت، ابدأوا بيها، تلاقوها سهلة جدا. واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد.